أفينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو على الخفيف سريع جدا. هذا الفيديو ده بغيت نجبد فيه واحد الموضوع اللي مهم بزاف. قول يا بصح الحمام أولا فيرست اوف اول، من بعد نقدر نناقش معكم الموضوع. الله يعطيكم الصحة، درت لكم داكشي ديال دوغ اكسبلوراتريس. المهم هذا الفيديو ده بغيت نهضر فيه على واحد الحاجة اللي هي معيق من المعيقات اللي خلاونا عمرنا نتطوروا، واللي هي مشكل في الثقافة ديالنا اللي كتخلينا ما نزيدوش لقدام وما نطوروش وما نتعلموش. عرفتي شنو هو؟ هو انه الثقافه ديالنا مثاليه لواحد الدرجه ما كتصورش، مثاليه بزاف، وكتسنى منك تكون بارفي وتكون مقاد 100% قبل ما تخرج للوجود، الشيء اللي هو مستحيل اصلا. المثاليه وداك البارفي فهو صفه ماشي بشريه اصلا، صفه ربانيه. الله سبحانه وتعالى بوحدو اللي مثالي 100%. الانسان بطبعه خطاء وبطبعه كلشي. حنا الثقافه ديالنا ما كتسمحش لك بالخطا، الثقافة ديالنا ما كتخليكش تخطئ، إلا خطأتي فأنت إنسان فاشل. فهمتيني، ما عندهاش مسألة أنك كتغلط وكتغلط وكتغلط باش تتعلم. وخير دليل على ذلك هو أنه كنشوف مثلا قبيلة أنا غادي في الزنقة تنظر، تيبان ليا واحد الدري غادي مع مدرس صغير مازال ما كيعرف الدنيا والو، عنده شي عام وشي حاجة ولا قريب العامين كاع، غادي ويا واحد الوقيتة تعكل طاح شدته وضرباتو. ماذا يعني هذا يا هؤلاء؟ شنو هي واحد الدري طاح عليه هو مسكين، هو زعما مشى يجيب كمارتو للدص زعما كيتشهاها، راه تاهو مكرهش ما يطيحش، ولكن راه باقي متعلمش الآليات ديال المشي مزيان. الدري غادي كتمشى طاح ضرباتو بصمة تنقر وتشوف شنو عندو ياك لاباس، شداتو زاد توصل ليها فوق الطيحة. شاد الولاد راه ما طريقة ما والو، هادي هادشي راه غا مثال صغير. سير إلا مشيتي عليه في كلشي راه غتلقى عندنا هاد المشكل هذا كنعانيو منو في أي حاجة، راه غير اللي كنعيشوه يوميا وكنشوفوه يوميا. كتغلط كتاكل لهسة، ولا كتغلط كيسميوك فاشل وصافي كيحيدوك على الجيم. ما عندناش زعما راه تغلط وتغلط وتغلط باش تتعلم، وراه نورمالمون هذا هو بنادم. اما اللي كيجيبها لاصقه راه ما كاينش، الا جاب شي واحد لاصقه راه غير زهر. اما كاع الناس كيغلطوا، العلماء كاملين غلطوا. راه اصلا لا سيونس هي لي سيونس اون جينيرال، هما راه يعني العلوم بصفه عامه هما علوم يعني ديال الاغلاط، كيتعلموا من الاغلاط، ماشي هما شي حاجه اللي كتجي بق بارفي مدقه الاولى. راه كيغلطوا 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 باش يطيحوا فيها لاصقه. يا بنادم اللي كيتسنى بنادم يكون مقاد، عمر بنادم يكون مقاد، بنادم راه كله اعوجاجات شي حالات غير طبيعية. اودي بارك عليا الليل هذا ومدكداك جاي من الحمام، والله اللي طلع فوق الناموس هي ما جانيش الجهد، عظامي بغاو غير الارض. وانا نجي نشار عليكم في الارض، انا شي واحد الراحة يا سلام، خصني شي دكة ديال التي غنمشي على الويدا نقول لهم تي صوب لي التي. يلا بيس.